يوسف، ترى انت للحين ما جاوبتني على اي سؤال. وش اللي خلاك تجيب البيت؟ واساسا كيف حصلت هذا؟ بعدين ترى طريقتك معاها غريبه مره. وش الغريب فيها؟ شلون وش الغريب؟ مو هذا اللي سجنك ولا نسيت؟ وكان يبي ياخذ ورثك وياخذ مكانك. جوهريه كانت العقرب اللي دبر كل شيء. وبعدين يا أخي هذا الموضوع يخصني أنا بروحي، وأنا اللي أقرر أحاكمه ولا لا. كيفي غريب إنك للحين تفكر تحاكمه أو لا. هذا اللي هرب وخذ خطيبتك هيفاء معه. اسمعني يا يوسف، اللي صار البارح ممكن انساه، حنا عيال اليوم. تبي تسامحه تسجنه ولا ان شاء الله تذبحه بعد، ما يهمك. عيال شي يهمك؟ اعرف اعرف الاتفاق اللي بينك وبينه، واللي خلاه يجي للبيت من غير ما يخاف من احد.